اللي حصل ان احنا كان جاي لنا بطاطين عشان الستات جوه قالوا لا مفيش بطاطين هتخش بالراحه، طب هندخلها بالراحه مفيش، هم واخدينها ومدخلينها جوه تحت. ماشي العساكر بقت بتاخدها شويه بنقول لهم عايزين بطاطين، لقيت لك العساكر بتشد الاجزاء وبتضرب نار علينا في الهواء ولا بيضربوا في الهواء الاول اللي يمشي قدامه، راحوا موقعينه على الارض ويضربوه بالعصيان شويه، ولقيناهم جري ودخلوا على الستات جوه وقع كل السماعات وعمالين عايزين يضربوا الستات وبيضربوا نار في الجو. ماشي لفوا علينا وقاموا بيجرونا بالعصيان واللي قابلهم في وشهم يضربوه. ده اللي حصل. هو ده الجيش، هو ده الجيش المصري، هو ده الجيش اللي بيعمل معانا كده ويطلع على الحدود يتزبط. بس اتياس وجونا في الوتير واقفين في الدايره اللي هناك دي مش عايزين يخرجوه. ماشي ليه؟ طيب ما مفيش كلام كده ما قعدينهم ولا هتخرجوا ولا هتطلعوا، البطاطين كلها نزلت عند المرسى اللي تحت وخدوها، حتى اصحابها اللي جايبينها مش عارفين ياخدوها تاني، محجوزه هناك. طيب بكره هتعملوا ايه؟ طيب اقول ربنا يسهل ان شاء الله، هيكون في مسيره ان شاء الله. ولا صعب انه هو يضرب بعد الضرب الاولاني؟ مشكله ممكن يضرب تاني وتالت. طب انتوا قاعدين هنا ولا هتمشوا؟ ان شاء الله مش هنمشي ان شاء الله. شايف بيضرب العيال ازاي؟ مش تيمة؟ مفيش تيمة ولا في ضربات؟ بيصور بقى من التليفون.